أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا بكم معنا مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الاستاتيكا من قناة مصر التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا في الباب الثالث، القوى المستوية المتوازية. هنتكلم عن عزوم القوى المتوازية وتوازن القوى المستوية المتوازية. اسمحوا لي في البداية وكالمعتاد أرحب أستاذنا الفاضل الجليل أستاذ شعبان عبد الرازق. أهلا بك شعبان معانا مرة ثانية. ازيك؟ احنا كنا الحلقة اللي فاتت كنا ابتدينا في لو كان عندنا عدة قوى متوازية ومتزنة بيبقى في مجال عاوز الشد، عاوز رد الفعل، الحاجات دي. فاحنا عارفين ايه شروط توازن عدة قوى متوازية؟ ان المجموع الجبري للقوى بيساوي صفر، والمجموع الجبري لعزوم القوى حول اي نقطة في المساواة بيساوي صفر. ده الشرطين. الحلقة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت احنا بدأنا الباب الثالث ده الحلقة اللي قبل اللي فاتت واتكلمنا في البداية في الحلقة اللي فاتت عن القوة المستوية المتوازية، كيفية إيجاد المحصلة في حالة إذا كانت القوتين في اتجاه واحد أو في اتجاه متضادين، محصلة قوتين متوازيتين. بعد كده عممنا الموضوع ده، توسعنا فيه وقلنا مجموعة من القوة المتوازية، برضو زي نقدر نجيب المحصلة بتاعة مجموعة من القوة. المرة اللي فاتت بقى اللي حضرتك بتتكلم عليها دي دخلنا في توازن مجموعة من القوى المتوازية. كان في نهاية الحلقة وكان في مسألة معانا على توازن عدة قوى متوازية. مظبوط، هنكمل بقى الكلام ده دلوقتي. يبقى عندنا بيقول لك ايه الحلقة اللي فاتت برضه كنا قلنا عملنا المسألة وما كملناهاش. طب نقراها بقى عشان نحلها من أولها. المسألة بتقول قضيب منتظم طوله 120 سنتي ووزنه 30 نيوتن معلق من طرفيه في وضع أفقي بواسطة خيطين رأسيين لا يتحمل أي منهما شدا يزيد عن 20 نيوتن. اوجد مواضع النقط التي يمكن أن يعلق منها ثقل قدره 7.5 نيوتن دون أن ينقطع أي من الخيطين. هو المسألة دي بقى لها تفسير كويس جدا. يقول لك أنا عندي قضيب منتظم. حلو. طبعا وزنه بيأثر في المنتصف. أكيد. معلق بخيطين. بيقول لك ان الشد في الخيط ما يزيدش عن 20، يعني ممكن 20 او اقل من 20، لا يتحمل شدا اكتر من 20. يعني اما 20 او اقل، يعني لو عدى ال 20 هيتقطع. فلو جينا رسمنا الكلام اللي هو بيقوله ده اهو، ادي القضيب هيبقى هنا وزنه في المنتصف اهو، وزنه اللي هو كام؟ 30. هيبقى هنا في شد في الخيط عند الطرف ألف وشد في الخيط عند الطرف ب، هنا في شد وهنا في شد. بيقول لك أين طبعا الجزء ده 60 وده 60. بيقول لك أين يعلق أين يعلق ثقل مقداره 7.5 نيوتن دون أن يقطع أي من الخيطين. فأنا هنفرض إن احنا نعلق الثقل من نقطة بحيث تبعد عن الطرف ألف بمقدار سين الحتة دي. احنا عارفين كل ما الثقل ده يقرب من الطرف ألف كل ما الشد ده يزيد، كل ما يبعد الشد يقل، بيحمل يعني. يبقى هنفرض ان احنا نعلق السخل من نقطة تبعد عن ألف بمقدار 7.5 بشرط ان يبقى الشد عند ألف اكبر قيمة يبقى 20. بمعنى لو فرضنا ده سين دلعت مثلا ب10 سنتي مثلا، يبقى السخل يعلق من نقطة اما على بعد من ألف 10 او اكبر من 10، لو قرب هتبص الشد ده ايه يزيد. يعني كأنه هنا عند العشرة سنتي اللي بنفترضها دي هو جاب اخره خلاص. لو قربت كمان حاجة بسيطة بعد العشرة مش هيتحمل بقى هدات. لكن لو رحت شمال عادي. عادي. هيبتدي بقى الشد مش هتقطع. هنا بقى يعتبر الساق متزنة. نطبق الشروط. يبقى 10 زائد شين بتساوي 7.5 زائد 30. تمام كده؟ هتطلع ان شين هتساوي 37.5 ناقص 10، يبقى شين هتساوي هتبقى كام؟ 17. 37.5 ناقص 20 هو الوزن هنا كام؟ 30 مش كده برضو؟ الوزن 30 يبقى كام؟ هيبقى 7.5 يبقى 37 ناقص 20 هيطلع 20 على طول ب 17 ونص.
عشان 20 زائد 6 يبقى 17 ونص نمرة واحد. تمام. هاخد العزوم حول ألف يبقى يساوي صفر عشان القوة مالها متزنة، يبقى 7.5 في سين ال 30 هتدور ضد عقرب الساعة زائد 30 في 60 ناقص شين في 120، الكلام ده بصفر، يبقى 7.5 سين زائد 0.0 18، شين عندنا بكام؟ ب 17.5 في 120 بيساوي صفر، يبقى 7.5 سين زائد 1800 ناقص 2100 بيساوي صفر، يبقى هتطلع سين بعد كده بكام؟ ب 40 سنتي. الله، يبقى معنى كده ان السكر ده يعلق بنقطه تبعد عن قلب بمقدار 40 سنتي او اكبر من 40، يبقى اهو يبقى الثقل 7.5 ثقل او نيوتن يعلق من نقطه تبعد عن الف بمقدار اكبر من او تساوي 40 سنتيمتر، سواء من الطرف الف او من الطرف القارات، حتى نقول كده من ايا من الطرفين. ونفس الكلام اللي احنا قلناه ده ممكن ينسحب على قضيب برضو زي ده، وصعد شخص وزنه 70 كيلوغرام وعلى من طرفه ألف، شخص صعد ومدام الشخص ده قدر انه يصعد من عند الطرف ألف، ممكن يقول لك بقى أقصى مسافة يمكن أن يسير الشخص ده هنا دون أن ينقلب لوح الخشب. واحد يقول لي إيه، دايما أنا بتسأل السؤال ده وأكيد حضرتك تعرضت الموضوع ده، يقول لك طب وليه أنتوا بتشرحوا لنا أنه الراجل يمشي مسافة كتيرة وتحط السين بتاعتك الناحية التانية مع أنه طالع من عند ألف؟ ما أستاذ محمد، فكان دائما الرد بتاعي إيه، وعايز رأي حضرتك، هو اساسا السؤال بتاعك ده مش وارد، لانه اما وان الراجل قدر يطلع يبقى القضيب استحمله، مش كده كمان يعني اكمل بس، اما وان الراجل قدر يطلع في القضيب ايه استحمله، لو ما كانش هيستحمله بعد ما يمشي 3 سنتي او 4 سنتي كان اتقلب من الاول، وما دام هو استحمله هيقدر يعدي عند الحامل الاول في امان وعند الحامل الثاني برضه في امان، وعلى وشك انه ينقلب امتى؟ في المرحله الثالثه والاخيره. اتفضل يا فندم. معنى كده ايه؟ امتى مش منقلب؟ اذا كان في ضغط على الحامل ده وضغط على الحامل ده يطلع بالموجب، يبقى معنى كده القديم مستقر على الحاملين. يبقى اللي انا بقوله دلوقتي ده هو نفس المساله، نفس اسلوب الحل، بس هنا في شدين وهنا في راجل هيطلع ويصبح القضيب على وشك الدوران. طيب. لما يبقى القضيب على وشك الدوران يعني رد، هنشوفها طبعا مساله عمليه النهارده، هيبقى رد الفعل البعيد هو اللي لاغي وهنشوف. بس انا عايز استسمحك في حاجه تانية قبل المساله. احنا معانا بقاله فتره محمد من سوهاج، هندخله نشوف لو عنده مسائل ناخدها منه، عايز يشارك نسمح له. اهلا بيك يا باش مهندس محمد. اهلا يا فندم، عامل ايه؟ واهلا بكل اهل سوهاج، اهلنا وحبايبنا في متتبعنا اهل سوهاج دول. الله يخليك. وقبل ما نسمعك ونتصرف بمكالمتك يا محمد، احنا مش ناسين محمود من المنيا، كان عنده مساله من اسبوعين والله ما ناسينها، هنحلها ان شاء الله النهارده. اتفضل يا محمد. مسألة ايه؟ القوة قاف تعمل في مستوى المثلث ألف ب ج. هتقول لنا مسألة؟ اتفضل. لا، المسألة كنت حضرتك سبتها في آخر الحلقة اللي فاتت. اللي أنا كنت سبتها؟ سؤال الحلقة. سؤال الحلقة المرة اللي فاتت، عرفت تحله؟ بطريقتين. هي هتطلع 82، ما احنا حللناها في نهاية الحلقة يا محمد. لا استاذ شعبان، احنا كنا طرحنا سؤال الحلقه وطلبنا منهم اللي يقدر يحلوا حل يبقى خير وبركه، لو حلين طريقتين الحل يبقى كويس. لا مش دي، مش دي، تقصد دي يا محمد ولا حاجه تانية؟ دي. طيب عرفت حل ولا عرفت حلين؟ حلين. طب يلا حلين كمان، ما شاء الله عليك يا باشمهندس. طب قول لنا بقى، حضرتك فاكر المساله طبعا يا استاذ شعبان مع حضرتك. العزوم اللي هو هي من دليل تقويم الطالب. المثلث طبعا ا ب ج، مثلث ا ب ج. ايوه محمد، هذا المثلث ألف ب ج. ايوه اقوله بما ان مثلث ألف ب ج هو هيحل بقى المساله. يعني خد بالك بس، نقطه ألف كانت صفر وصفر صح كده؟ ونقطه ب واحد واربعة، واحد واربعة، نقطه ج 205 مظبوط، كام؟ 2.5. انا لو جيت حتى طب نرسمها مع بعض كده برضو عشان تظهر قدامنا ابنائنا الطلبه كده، اهو
ده نقطة ألف صفر وصفر اهو. ده واحد، ده اتنين، ده تلاتة، ده أربعة، ده خمسة، ده واحد، ده اتنين، ده تلاتة، أربعة، خمسة. النقطة بكام؟ كانت أربعة واحد ولا واحد وأربعة؟ هقول لك المسألة عشان اللي ما كانش معانا الأسبوع اللي فات أستاذ شعبان بسرعة كده. هو بيقول لي إذا كانت القوة قاف أيوه تعمل في مستوى المثلث أ ب ج ايوه حيث إحداثيات نقطة أ صفر وصفر، إحداثيات نقطة ب أربعة واحد، ونقطة ج اتنين وخمسة، أربعة واحد، وكان متجه العزم حول نقطة أ بيساوي المتجه الصفري، متجه العزم حول ب بسالب متجه العزم حول ج بسالب 18 عين، فأوجد مقدار القوة قاف وعين معيارها وكذلك معادلة خط عملها. يلا يلا اتفضل يا باشمهندس محمد. هقول له بما ان العزم من الف صفر ايوه اذا القوة تمر بالنقطة الف. برافو عليك. يعني انت قصدك العزم حول الف بيساوي المتجه الصفري، اذا خط عمل قاف يمر بالنقطة الف. يمر بالنقطة الف، برافو. وبما ان العزم حول النقطة ب بيساوي سالب العزم حول النقطة ج، اذا القوة قاف تنصف ب ج. تمام. بيساوي سالب العزم حول ج بيساوي بان سالب 18، صح كده؟ اه. يبقى خط عمل قاف هيمر بنقطة ألف وينصب به ج، هيبقى عامل كده. اه. اهو. أنا بساعدك اهو. اهو. أدي قاف أهي. هتعمل إيه بعد كده؟ بعد كده هاخد العزم حول به وساويه ب 18. أيوه. مظبوط، برافو عليك. هتساويه بناقص 18. هتجيب العزم حول ا بيساوي سالب 18. والعزم حول ج ب 18. تمام؟ طب هتجيب العزم حول ب. هتجيب هاخد الاول المتجه ر اللي هو 0 0 ناقص 4 1. مظبوط، يعني يجيب المتجه ر ضرب اتجاهي متجه القوه ق. يجيب العزم عادي يعني. يعني العزم حول ب هيديك ا ب او ب ا في ق، صح كده؟ معايا؟ معاك. ب أ في ق. لا احنا مش انت اللي معانا بقى، احنا اللي معاك، انت اللي بتحل. يلا محمد. اجيب المتجه ر اللي هو 0 0 ناقص 4 1. طيب يلا. هيطلع كام بقى؟ سالب 4 1 وسالب 1. ق اللي هي كام وكام بقى؟ هفرضها لام وميم من غير قوه. برافو، لام وميم بيساوي سالب 18. يبقى عندنا هيبقى سالب هيطلع كام بقى؟ سالب 4 م، سالب 4 م زائد لام بيساوي سالب 18. مظبوط، سالب 18 عين. هيبقى المعادله سالب 4 م الناحيه الثانيه. يعني هيبقى عندك او نسيبها معادله وهنجيب لها اخت دلوقتي نحلهم مع بعض. سالب 18 بيساوي سالب 4 م زائد لام. برافو. بعد كده اجيب المتجه ليه برضه، لان هجيب العزم حول ج ب 18. العزم حول ج هيدينا ايه؟ ج الف. مظبوط، هيبقى سالب 2 وسالب 5، مش كده؟ ايوه. يبقى سالب 2 وسالب 5 ضرب اتجاهي لام و ميم بتساوي 18. الله يفتح عليك. يبقى يلا سالب 2 زائد 5 لام بتساوي 18. مظبوط، ده معادلتين في مجهولين بتساوي 18 عين. بالحل بقى عشان وقتنا بس، هيطلع الميم ب 6 ولام ب 6، مظبوط؟ 6 و6 والمعيار بيساوي 6 جذر 2. مظبوط، ومعادله خط عملها هيبقى 6 س ناقص 12 بتساوي 0. مظبوط، هو جاب القوة هي 6 و6، حل المعادلتين. يطلع. ثم معيار القوة 6 جذر 2 ومعادلة خط عملها. لا قبل الحل الثاني يا محمد استأذنك بس عشان اللي بيتابعنا، معادلة خط عمل القوة كمان لازم يجي. معادلة خط عمل القوة صاد عارفها طبعا، صاد واحد على س ناقص صاد واحد بيساوي سالب واحد اللي هو الميل. مظبوط، يعني مثلا صاد ناقص صفر على س ناقص صفر بيساوي الميل، بقى جبته ازاي يا محمد؟ اللي هو سالب صاد سالب صاد على س. اللي هو كام على كام؟ سالب 6 على 6. لا القوة شخصيا يا محمد طالعة 6 و6. يبقى معادلة خط عمل القوة دي تستلزم معرفة ميل، صح؟ الميل بتاع معادلة خط العمل بتاع المستقيم اللي شايل القوة. القوة لو 6 و6 يبقى الميل بتاع المستقيم اللي شايلها 6 على 6. مش سالب معامل س على معامل ص زي اللي هي بتاعت معادلة ده سالب معامل س على معامل ص، دي لو أنا عندي المعادلة في صورتها العامة. لكن طالما القوة في مسألة أخرى طالعة 3.4 زوج مرتب، إذا المستقيم الحامل للقوة ميله 4 على 3. يلا نكمل بقى. تمام يا محمد؟ تمام. يلا يبقى صاد بقى ناقص صفر يا أستاذ شعبان على س ناقص صفر بيساوي 6 على 6. حلو.
علشان الوقت يا محمد عايز استأذنك تقول لنا الحل الآخر. ما شاء الله عليك طبعا، ايه الحل الآخر بقى؟ الحل الآخر اقول ان المحصلة بتنصف ب ج، هجيب نقطة المنتصف. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. تجيب نقطة منتصف ب ج، هتطلع واحد زائد سين 2 على 2 وصاد 1 زائد صاد 2 على 2، يعني هتطلع 3 و3 3 و3. وبعدين بعد كده هجيب العزم حول ب، واحده بس ال ب بس او الجيم بس؟ لا لا، ده هو عاوز يعمل ايه؟ هيجيب ب د و ما تغششوش بقى يا استاذ شعبان. عايز تعمل ايه؟ قول. هاخد العزم حول، هاخد العزم حول د، حول د. اه يعني وبعدين هي اصلا القوه بتمر بنقطه د. ما العزم حول د بصفر. وبعدين هيبقى سالب 4 سالب 3 و 3 و 3 ضرب اتجاه لام ميم بيساوي صفر. حلو. هيبقى 3 ميم ناقص 3 لام بيساوي صفر. وبعدين بعد كده هاخد اي عزم حول ب، ايوه هساويه ب 18، او عزم حول ج هساويه بسالب 18. طب اقول لك على حاجه احسن من كده لكل اللي بيتفرج، يعني مش انت بدات بدايه موفقه وذكيه وقلت انه خط عمل القوه بيمر بنقطه د منتصف ب ج؟ وجبنا احداثيات نقطه د وطلعت 3 و3 زي ما الاستاذ شعبان اشار من شويه. فاصبحت القوه تساوي ثابت وليكن ك في د الف. طب ثانيه يا استاذ محمد، انا عايز هو يقصد ايه؟ اني عاوز اجيب عزم ق حول ب، هقول ب د في ق، صح كده يا محمد؟ صح تمام. واجيب عزم حول د، قال لك جيم د في ق. لا بس مع احترامي لحضرتك يا استاذ شعبان ولمحمد، الكلام ده مش جديد، ما هو ده الحل الاولاني. انا عايز حل اخر يا باشمهندس. ايوه محمد. طب ماشي يا مستر، انا عندي حل ثاني. ايوه ماشي. قول يلا. هفرض نقطه على القوه س و ص، ها بعد كده هفرض العزم حول ا واساويه بصفر. ما هو نفس الكلام. طب بص بقى عشان وقتنا يا استاذ محمد، يا باشمهندس محمد، استاذ شعبان استاذنك بس في دقيقه واحده. سمعني يا محمد؟ القوة قاف خط عملها يمر بدال ألف، صح؟ ألف دال. إذن القوة قاف تساوي ثابت في دال ألف أو ألف دال. يعني قاف هنقول كده. أيوة. مشكورا أستاذ شعبان، هيكتب لنا أهو قاف تساوي كاف ثابت، ثابت كاف مثلا، كاف في ألف دال، متجه ألف دال. حلو. ألف دال ده اللي هو دال ناقص ألف، يعني 3 و3. دال تمام ناقص ألف هيبقى 3 و3 بس. اذا القاف 3 كاف و3 اتفضل 3 كاف و3 و3 كاف. حلو. عزمها حول ب بسالب 18. نقول له بقى العزم. طب هتقول لي ايه الفرق بين الحل ده واللي فات؟ اللي فات كنت فرض القاف، حضرتك شخصيا كنت فرض القاف لام وميم، فكان فيها مجهولين عايزين معادلتين، انما اللي احنا عاملينه ده في مجهول واحد بس كيف. عايز معادله واحده بس. يبقى هتضطر ب دال هيبقى دال ناقص ب، مظبوط، دال اللي هي 3 و3 ناقص بها 4 و1. ايوه هتطلع سالب 1 و2، مظبوط. ويبقى العزم حول ب هتقول له ب دال ضرب في قاف. قاف اللي احنا كاتبينها بقى 3 سالب 1 و2 ضرب اتجاه 3 كاف قاف و3 كاف، مظبوط. هيبقى سالب 3 كاف سالب 6 كاف عين، ده بسالب 18 عين. سالب 18 تطلع تمام. الكاف ب 2. هيطلع بسالب الورقه 9. بس شويه يا استاذ شعبان. هيطلع سالب 18 بتساوي سالب 9 كاف، يبقى كاف بكام؟ كاف ب 2. وما دام الكاف ب 2 اذا القوه 6 و6. بس تمام كده هجيب القوه. تمام. يبقى ده حل تاني. الله يفتح عليك يا باشمهندس محمد. ممتاز طبعا. يا مستر على الحلقه اللي فاتت المساله بتاعت المتوازي كنت حللها وكنت مطلع الحل 82، وحضرتك بس ما اديتنيش فرصه ان انا. ما تمكنتش من الاتصال ولا اتصلت؟ اتصلت وكنت محل مطلع الحل 82. ظلمناه. بنتاسف لك يا محمد. عندك سؤال تاني النهارده؟ لا تمام. طب تابعنا بقى. تابعنا بقى. شاكرين ليك يا باشمهندس محمد. لا برافو 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 طبعا ممتاز. مش انه حلها، لا انه قدر يفكر في حل اخر، ولو ان الحل الاخر اللي عرضه ده ما فيش كتير، بس احنا كملنا على كلامه وقلنا السبيل الاخر او الوسيله الاخرى للتعامل مع المساله. طب نرجع بقى استاذ شعبان لكلامنا. كان عندنا مساله تانية في نطاق القوى المتوازيه، ومش عارف انا محتار، انا بقول لك اهو على الهواء انا محتار، هل نجاوب على سؤال اسراء وعلا الاول ولا بعد ما نحل السؤال الثاني؟ نحل بس بقى نمشي في المنهج شويه يا استاذ محمد، يعني احنا مش ناسيين اسراء ومش ناسيين علا، يعني كل ما نمشي في شويه نحل مساله من اللي عندنا. ولا ده انا هقول لك على مفاجاه، ومش ناسيين محمود من المنيا من اسبوع الاهل اللي فات، لان استاذنا الفاضل المخرج العزيز
بيقول لي كمان معانا محمد على الهواء عايز يعمل مداخله اذا كان عنده سؤال جديد او هيشترك معانا. ماشي. طيب اهلا بيك يا باشمهندس محمد من الجيزه. اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه رايك معايا سؤال؟ استنى بس قبل السؤال. استنى بس يا محمد، انت ايه رايك في الحيره اللي انا موضوع فيها دي؟ نجاوب على اسئله اسراء وعلا الاول ولا نكمل شغل الاول ولا ناخد سؤالك نحله على طول الاول؟ تحب ايه؟ يعني هو في استفسار بس، يعني استفسارين كده في الاحتكاك محتاج فيهم بصراحه. طب يلا خلاص، انت مش عايز تشاركني حيرتي، قول يلا اسئلتك ايه. ازاي في القوه، تمام، في اتجاه القوه لما تكون على في اتجاه خط اكبر من الاعلى، المفروض ان الاحتكاك النهائي ميم ر المفروض في الناحيه الثانيه. بس لو كان على وشك الحركه، لو كان على وشك الحركه الاعلى ممكن يكون على وشك الانزلاق، فيبقى الميم ر لفوق. تمام، انا بسال بقى ازاي الميم ر مع القاف الاثنين في اتجاه واحد لاعلى. لو كان على وشك الانزلاق والقوه الاعلى، القوه لا تكفي لجعل الجسم على وشك الحركه، وتقال عليها في هذه الحاله ان دي اقل قوه تحفظ الجسم من الانزلاق. هيوضحها لك بقى بالرسم الاستاذ شعبان. يعني احنا لو عندنا اوضحها لك كويس جدا. طيب هو قوه الاحتكاك ايه اصلا؟ هي في الاتجاه المضاد للاتجاه الذي يميل الجسم للتحرك فيه. تمام، ده قوه الاحتكاك صح كده؟ تمام. فلو جينا فرضنا ادي زي ما انت بتقول اهو، ادي الجسم اهو، ادي القوه فوق، انت بتقول قوه في اتجاه خط اكبر ميل. تمام. طب القوه دي هتعمل ايه؟ هتمنعه من الانزلاق ولا هتخليه على وشك الحركه الاعلى؟ لا هتمنعه طبعا الانزلاق. هتمنعه من الانزلاق، يبقى اتجاه الحركه كده مفروض، يبقى ميم ر اللي فين؟ لتحت. لا لفوق، مش هو على وشك الانزلاق. ميم ر اللي بتبقى عكس اتجاه الحركه، عكس اتجاه. فهو الجسم عاوز يعمل ايه؟ انت بتقول عاوز يعمل ايه؟ ينزلق. عايز ينزلق، يبقى المفروض الميم ر لفوق. ايوه ميم ر لفوق. تمام كده؟ ودي بنسميها حتى ايه؟ اقل قوه تجعل الجسم متزنا، هي اللي بتمنعه من الانزلاق. اتفقنا؟ تمام. نفس المساله لو قال لك قاف اهو، ادي اهي، ادي قاف برضو زي ما انت بتقول خط اكبر ميل، بس قاف دي هتعمل في ايه محمد؟ ايوه معاك حضرتك. قاف هتخليه تجعله على وشك الحركه الايه؟ لاعلى. يبقى ميم ر فين؟ لتحت. بس ودي بيسموها اكبر قوه وتخلي الجسم متزن، اللي تجعله على وشك الحركه الاعلى. يبقى هنا ميم ر تبعا، يعني بنحطها تبعا لاتجاه الحركه. هو في حاجه يا استاذ شعبان بس انا اخشى ان يكون محمد عايز يقولها ومش عارف يعبر كويس. احنا خلينا في الرسمه كده بعد اذنك. هو مع محمد معايا؟ ايوه معاك حضرتك. ان انا سمعتك وانت بتتكلم مع الاستاذ شعبان، لفت نظري قوي 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 اول ما سالك، بيقول لك القوه هي الاعلى، فبيقول لك اتجاه الحركه فين؟ قلت له على طول انت قلت كده بالتاكيد لاسفل. هو مش بالتاكيد لاسفل، انت ليه قلت اكيد اسفل؟ قلتها كده من قلبك يعني؟ لا مش شرط، الرسمتين اصبحوا قدامك اهم، والقوه لاعلى في الحالتين. في الحاله الاولى دي قوه قليله، يدوب، خلي بالك، يدوب تحفظ الجسم من الانزلاق. تمام تمام، شفت يدوب دي؟ انما اللي تحتها برضو الاعلى، بس تجعل الجسم على وشك الحركه الاعلى. فضلنا نزود فيها. سمعتك بتقول حاجه تانية في نقاشك مع الاستاذ شعبان برضو لفتت نظري جدا، بتقول هو مش دايما انتوا بتعلمونا انه الميم ر عكس الحركه؟ احب بقى اوضح لسيادتك انه في الحالتين اساسا مفيش حركه. الرسمة الأولى دي الجسم متزن مش متحرك، والرسمة الثانية برضو الجسم متزن، الحالتين اتزان بس على وشك. الله الله ينور عليك. ففي الحالة الأولى دي القوة قليلة تحفظ الجسم من الانزلاق، يعني هو على وشك إنه يتزحلق، على وشك الحركة الأسفل. تمام. هو على وشك الحركة الأسفل، إذا الميم ر لأعلى. العكس بقى في الرسمة الثانية، على وشك الحركة الأعلى لكنه متزن اتزان نهائي، فالميم ر لأسفل. واضح الكلام ده محمد؟ تمام واضح. طيب ايه تاني؟ يبقى يا محمد عشان ما تلخبطش نفسك، اشوف اتجاه الحركه اللي يميل الجسم يتحرك فيه، عاوز يتحرك لفوق يبقى ميم ر لتحت. تمام؟ ما مش شرط، ما ممكن يعني القوه بتكون على وشك لاعلى والميم ر معاها. يا حبيبي ما هو الراجل مش بيقول لك الميم ر عكس القوه. استاذنك بس يا شعبان، في حد يعني بلاش في حد مفهمك دي، يعني انت فهمت معرفش منين انه دائما الميم ر عكس اتجاه القوه، وده خطا يا محمد. خطا ليه بقى؟ لانه دائما الاحتكاك النهائي عكس الوجهه التي يميل الجسم للحركه فيها. يعني ايه بالبلدي الكلام ده؟ الجسم عايز يتحرك لتحت فالميم ر لفوق،
بصرف النظر عن القوه فين. ماليش دعوه بالقوه وماليش دعوه بالوزن. معايا محمد؟ تمام اه معاك. فالميم ر مش عكس القوه زي ما انا فهمت منك كده. لا ده اعتقاد خاطئ عند حضرتك. معايا؟ معاك بس. فانا ماليش دعوه القوه فين بقى حضرتك. حتى لو القوه دي افقيه تصنع مع الافق كذا، تصنع مع خط اكبر من زاويه كذا، لا يعنيني هذا في شيء. انا تمام. اللي يعنيني القوه ساعات تبقى مع الميم ر وساعات تبقى عكس الميم ر حسب الاتجاه اللي بيميل الجسم للحركه فيه. عايز يا عم يطلع لفوق اكبر قوه تجعله على وشك الحركه فالميم ر لتحت. عايز ينزلق لاسفل اذا الميم ر لفوق. واضح الكلام ده؟ تمام ما فيهوش لبس. حلو. ايه بقى السؤال بتاعك لو عندك سؤال؟ بس هو ده كان الاستفسار بس يعني. اتفضل. طب جميل متشكرين ليك كل مداخلتك يا محمد وفي انتظار مكالماتك في الحلقات اللي جايه. شكرا. نيجي بقى نلحق وقتنا ونخش في المساله قبل ما يجي تليفون. اتفضل. طيب اللي هو ألف ب قضيب. طيب نقراها معانا اهي. بيقول لك ألف ب قضيب منتظم طوله 100 ووزنه 50 علق في وضع افقي من طرفيه ألف وب بواسطه حبلين راسيين ج د عند نقطتين على القضيب بحيث ألف ج تساوي ب د تساوي 25. علق ثقلان مقدارهما 20 و80 نيوتن من النقطتين ج د على الترتيب. اوجد مقدار الشد في الحبلين في وضع الاتزان. طيب بسرعه كده بقى ادي القضيب اهو. قضيب ألف ب وزنه طبعا في المنتصف. أيوة. وزنه 50 معلق بخيطين رأسيين من ألف وب. أهو هيبقى هنا شد شين واحد وهنا شد شين اتنين. نقطة جيم ألف جيم ده بخمسة وعشرين يبقى ده 25 وب ده بخمسة وعشرين يبقى ده 25. علق ثقلان بقى هنا ثقل مقداره كام؟ 20 و80 20 و80 علقه يبقى وزنه لتحت. يبقى الشرط الاولاني مجموع القوى بيساوي صفر. يبقى المفروض شين واحد زائد شين اتنين الشرط الاولاني 20 زائد 50 زائد 80 يبقى شين واحد زائد شين اتنين بتساوي 150 نمرة واحد. تمام. باجي اخد الشرط الثاني العزوم حول اي نقطة يستحسن ناخد العزوم حول الف او ب عشان يا اما نتخلص من الشين دي او الشين دي. اه يبقى العزوم حول الف بيساوي صفر. هما الشرطين بتوعنا يبقى هما الشرطين مجموع القوى بيساوي صفر يبقى القوى اللي فوق بتساوي اللي تحت. العزوم حول اي نقطة بتساوي صفر يبقى العزوم حول الف بصفر. هيبقى 20 في 25 زائد 50 في 50 زائد 80 في 75 ناقص شين في 100 كام ده بصفر؟ شين واحد شين اتنين. هنجمع الكلام ده هيطلع هيبقى شين اتنين هتطلع ب 90 نيوتن. هنعوض نجيب شين واحد تطلع ب 60 كلام هنعوض من نمره واحد هيبقى شين واحد زائد 90 بيساوي 100.